تم اليوم السبت بالرباط انتخاب السيد نزار بركة أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال، وذلك بعد عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب. وجاء انتخاب السيد نزار بركة بعد أن حصل على 924 صوتا مقابل 230 صوتا لمنافسه السيد حميد شباط، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 78 صوتا، وذلك من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني. وكان السيد بركة قد أكد في مشروعه أنه سيعمل على تثمين وإغناء مرجعية ومنظومة قيم الحزب لتخليق الفعل والممارسة الحزبية، علاوة على ربط الارتقاء والاستحقاق الحزبيين والتدرج في المسؤولية التنظيمية بالتكوين ومدى مساهمة المناضل في برامج الحزب وأنشطته وإشعاعه. وتتواصل أشغال المجلس الوطني للحزب بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.